تتفاقم الخلافات بشأن الهجرة غير الشرعية داخل الولايات المتحدة بالتزامن مع استعداد المرشحين للرئاسة لخوض غمار السباق الانتخابي نحو البيت الأبيض والمقرر في نوفمبر 2024. بيستغل هذا الملف بشكل كبير في الحملات الانتخابية الرئاسية ما بين الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، واللي بيقترب من نيل ترشيح الحزب الجمهوري. بيحاول كل من بايدن وترامب كسب تأييد الناخبين حول واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في الولايات المتحدة. لا تزال الهجرة غير الشرعية تمثل أزمة عميقة في أمريكا، خاصة المكسيك اللي بتواجه مشكلات كبيرة مع جارتها الولايات المتحدة بسبب هذه القضية. في تطور جديد حول قانون الهجرة في ولاية تكساس الأمريكية، علقت السلطات هذا القانون مجددا، واللي بيستهدف تحديدا المهاجرين اللي بيعبروا بصورة غير قانونية إلى الولايات المتحدة من المكسيك. حذرت المكسيك من أنه تنفيذ قانون الهجرة المثير للجدل في تكساس، فإن البلدين سيواجهان توترا كبيرا مع عواقب بعيدة المدى على العلاقات بينهما. بينضم إلينا عبر الهاتف من نيويورك الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ماك شرقاوي. أهلا بك أستاذ ماك، كيف ترى تأثير ملف الهجرة غير الشرعية على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة؟ أهلا بك يا سيد، أهلا بجمهورك الكريم. ما في شك أن ملف الهجرة هيكون من الملفات الساخنة في انتخابات 2024، والديمقراطيين دايما بيسمحوا بالهجرة غير الشرعية حتى يتزايد أعداد الذين يمكن أن ينضموا إلى حزب الديمقراطي بعد أن يقننوا أوضاعهم أو بيستميلوا عائلتهم الموجودين في الداخل الأمريكي. وأعتقد أن الأسبان بيمثلوا تقريبا يعني قرابة 30% من مجموع الأعداد الأمريكان الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتأكيد هؤلاء العائلات سوف يفضلوا الحزب الذي يمكن أن يخفف إجراءات الهجرة ويصدر قرارات العفو أو قوانين العفو في الهجرة زي ما حصل قبل كده، وزي ما الديمقراطيين بيجهزوا إلى قانون الكرامة اللي هو ديجنتي لو، اللي هو بيدي الحق اللي موجود بقاله 5 سنين في الولايات المتحدة الأمريكية أن يتقدم للحصول على أوراق ثبوتية، وبعد 5 سنوات 7 سنوات يستطيع الحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأمريكية. ده قانون مقدم لسه لم يتم إنفاذه، ولكن مقدم من الديمقراطيين. فهم بالتأكيد بيلعبوا دايما بكارت الهجرة لكسب المزيد من الأعضاء الحزب الذين سوف يناصروا الحزب في الانتخابات القادمة في الولايات المتحدة الأمريكية. اللي حصل في ولاية تكساس في قانون الاختصار بتاعه SB4، هذا القانون طلعته ولاية تكساس باعتبارها منفردة، ولاية منفردة، وبموجب هذا القانون يعني يجرم عبور الحدود، وإذا كانت هناك جريمة فيمكن أن يقدم المحاكمة ويمكن أن يحصل على أحكام قد تصل إلى 20 سنة سجن والقبض والترحيل إلى خارج الولاية من الحدود الجنوبية مع المكسيك. بالتأكيد الإدارة في الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس جو بايدن يعترض على هذا الأمر واستأنف هذه الأحكام بأن الهجرة هي من الملفات الفيدرالية وليست على مستوى الولاية، وأن القانون الهجرة هو قانون فيدرالي يسري على كل الولايات. كان الصراع ما بين المحاكم، المحكمة العليا يوم الثلاث اللي فات قالت لا تسمح لتكساس بالقانون، محكمة فيدرالية أخرى في مساء يوم الثلاثاء بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بأنه يمكن أن يطبق القانون، علق قاضي فيدرالي جديد تنفيذ هذا القانون. فالقانون لم ينفذ إلى الآن، ولكن الصراع ما بين حق الولاية في أن يكون لها قوانين للهجرة في داخل الولاية تتعارض مع فكرة أن القانون الهجرة من السلطة الفيدرالية على مستوى 50 ولاية. فالصراع بالتأكيد موجود ما بين السيد جريج أبوت اللي هو حاكم ولاية تكساس والصديق الشخصي والداعم للرئيس السابق دونالد ترامب، وما بين الإدارة الفيدرالية والرئيس جو بايدن. أعتقد أنه سوف يحسم لصالح الإدارة، لأن فعلا الهجرة وقانون فيدرالي تستطيع أن تدقق أمنيا داخل الولاية زي ما عملت قبل كده ولاية أريزونا، وعملت قوانين في الداخل تستطيع أنها تلاحق المهاجرين غير
شرعيين وتقدمهم الى السلطات الهجره اللي هي سلطات الهجره اللي تتبع للاداره الفدراليه لترحيلهم اللي هو القبض ويعني تسليمهم الى بيسموها الايس اللي هي الوكاله الفدراليه المخصوصه بانفاذ قوانين الهجره في الولايات المتحده الامريكيه. الصراع لا زال موجود ولم يحسم بعد وان كانت المحكمه العليا هو صراع لم يحسم بعد، ولكن كيف يؤثر هذا الصراع على مجريات الانتخابات الرئاسيه الامريكيه؟ طبعا يعني هناك جزء من الشعب الامريكي يحمل الحزب الديمقراطي دائما نتائج هذه الهجره غير الشرعيه، ما مدى قوه هذا؟ كيف يؤثر هذا على حظوظ المرشحين؟ هو بالتأكيد هيأثر، احنا قلنا دخل ما لا يقل من 7-8 مليون مهاجر غير شرعي في الثلاث سنين ونص اللي فاتوا، ودول أثروا بالسلب على المجتمع الأمريكي خاصة في ولاية مثلا نيويورك في الشرق الأمريكي، أكثر من 1.2 مليون مهاجر غير شرعي موجودين النهارده في نيويورك، وليس أغلبهم من اللاتينو أو اللي هم من أصول لاتينية، منهم أفارقة ومنهم عرب ومنهم يمكن أن يكون مشكلات أمنية للمستقبل الولايات المتحدة الأمريكية، زي ما قال السيد ماجواير المساعد للوزير الدفاع السابق جيم ماريس، قال أن هناك عشرات الآلاف من عناصر حزب الله تدفقوا وفق هذه الموجات من الهجرة غير الشرعية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، فهناك شق أمني بالتأكيد وأمن قومي الأمريكي، وهناك شق الاقتصادي أيضا، اقتصاد ولاية نيويورك بيتأثر بالسلب من وجود هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين الذين لا يعني يثمروا بأي من عوائد الولاية من الضرائب، لأنهم لا يدفعوا الضرائب ولكن يستخدموا الخدمات، ويستخدموا الخدمات الصحية، ويستخدموا الخدمات العامة باعتبارهم مهاجرين غير شرعيين، وده بالتأكيد يأتي بالعبء على ميزانية الولاية مما أثر بالسلب على اقتصاد الولاية أيضا. هناك ركود اقتصادي في ولاية نيويورك بسبب 1.2 مليون من مجموع 20 مليون أمريكي موجودين في ولاية نيويورك، تخيل 1.2 من 20 مليون أصبحوا النهاردة زادوا على المهاجرين غير الشرعيين الموجودين أصلا في ولاية نيويورك. هل يعني الهجرة غير الشرعية دائما ما تأتي من المكسيك وفقط أم هناك دول أخرى؟ هي الوحيدة الحدود الجنوبية، لأن ما في هجرة يعني من الكندا اللي هو الحدود الشمالية مع امريكا، فهي فقط يعني الجنوب، المكسيك هي البوابه الملكيه لدخول المهاجرين غير الشرعيين اللي ممكن يدخل عن طريقها مكسيكيين وغير مكسيكيين ايضا، وغير مكسيكيين بالتاكيد. ما دي الكارثه النهارده، الحصول على فيزا المكسيك اصبح صعب جدا، وبتدفع فيه 10 و15 لانها بوابه عبور. الله ينور عليك. طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ماك شرقاوي، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك.